Yeah.
مساء الخير. الورشة دعيت لليلة الختامية للمؤتمر، مؤتمر في علم المصريات له علاقة بالمصريين والعلاقة اللي بينهم وبين موتاهم. فمن ضمن المواضيع في موضوع المولد طبعا، والورشة اهتمت دايما بالتراث الشعبي مش كنموذج وإنما كمصدر، وده ساعدنا على أننا ننقل من النموذج الغربي المهيمن المسرح لمصادر تانية بدءاً بالتراث بتاعنا. وفكرتنا هي أكتر فكرة إن إحنا التراث في راجل من العصور من عصر النهضة، وكلامه اتاخد واتقال تاني على لسان مالر، جوستاف مالر الملحن النمساوي أو الألماني مش متأكد، بيقول فيها التراث هو تناقل الشعلة لا عبادة الرماد. فإحنا شغالين على التراث من هذا المنطلق. طيب، we are working on traditions, popular performance arts, not looking for a model, but looking for alternative sources, because Western theater has been the kind of predominant model, and we were looking for into our own models, but we decided that they were actually going to be sources as the European model had become as we worked on it. So we are working with the idea that tradition is about passing on the flame and not adoring the ashes. We are not interested in the past, looking back and feeling nostalgic and so on, but looking into it as a source to move forward. So we've worked on about everything to do with popular traditions. We've worked since on many other things, but we've kept this part in the training of our people. And so now we will listen to what the popular musicians sing in order to attract an audience to listen to the epic of Bini Hilal. And these are also bits they sing when the singer who sings all night. And we worked with Sayyid al-Dawi, who is one of the greatest and last bards of the epic of Bini Hilal. So these are more bits of light singing that they do when he's tired to fill up the space, and it gives a kind of resume of the story of the epic. نعمل اسمع للسيرة. يا صاحبي
السيرة الهلالية أحلى ملحمة شعبية أبوس العيون وعلى تونس يا عيني على مرعى ويونس يا بوادي بيتكتل بالجسد تبكي قاسية الدنيا دوارة يا صاحبي أيام معاك وأيام ليا بالهلالية بالهلالية. خلينا the poets of the epic of Beni Hilal, usually it's a bard singing alone with musicians doing some of the chorus work, but it's mainly a single male singer singing what is said to be 1 million lines or 5 million lines. Nobody knows how big it is because nobody has heard it completely. We have worked with it as a chorus, and many of our singers have learned to sing it. So now Dalia Al-Gindi will sing a bit of the first book of the epic, preceding the birth of the hero Abu Zayd al-Hilali. الجزء بتاع خضرة بس. صلاة النبي تزود الرزق حمول البلاء مش خفيفة هوضع خطابي على الأمير رزق وامراته خضرة الشريفة رزق من نايل كان أغيان راجل عروض نظيفة 11 سنة ما جابش غلام من قارته خضرة الشريفة إلا مواتي عيد رمضان ولبس هدومه الجريدي لبس هدومه السلطان ودخل ديوان الدريدي ولا عايبة اللي ما ترسي فارس وفي اللبس خايل وكل من جالس على كرسي وجه في احترام لابن نايل حضري شمال ويمين حمول البلاء مش خفيفة لجي سرحا في طوله ولدين وهو جليل الخليفة لما رزق التفت بعيناه راجل وله وجه نادي قال يا بين قصرت بعيناه وآه من عدم الولادي ولد سرحان على الفراشات واللي بلا ماتلو ماشي رزق عاجله من مخه وشات ترجاه وتوجان ماشي روح على البيت في غضب وطرق الباب بيمينه عجله كأنه انجذب كأنه مفارج يومينه طرق الباب الفتاة بيداه مفاضل في جسمه شريفة لها خد موزون وناداه فتحت له خضرة شريفة وزعلان يوم العيد ليه يا
مش معودة النهاردة عيد فليه خلفت المواعيد يا خضرة الحمل علي شديد بتبكي ليه يا أمين أنا سابك بكى يا مهنتي جايبك أميرة ودورة عيوني شاورت عاجلي لطلاقك مهنتي خليت العرام عايروني أنا جايبك تعمر البيت حرة وظريفة معاني من يوم ما وضعت بالبيت ليه ما جبتش عيال تاني يا عيني 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 أنا ببكي وأنا سيلة دموع يا أبو العمامة النظيفة قم وديني لغاية مزروع أنا أنهب وأجيب لك خليفة أي سوق بيبيع أولاد أشتري منه التجاوي كلامك ده جرح الفؤاد اوعى مع ربك تجاوي عجي ذهب الدماغ شال وانا صابرة الحكم سيدي ما اعطانيش ربي يا خيال يعني هخلق عيال بإيدي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يعني هخلق عيال بإيدي The husband, who's a great hero, reprimands his wife for not having had lots of kids. He wanted lots of sons and daughters, mainly sons. And she says, well, it's God's will. And then she manages to have a son who is the hero of the epic of Beni Hillel. And now another source, which is the Egyptian narrative ballad. So in a mulid, you will find people singing the epic of Beni Hillel, and you will also find people singing narrative ballads, mawal. And one of the most famous and the last major mawals is the mawal of Hassan and Naima, which is a kind of Osirian ballad. So Mu'min will sing a small part of the ballad of Hassan ونعيم. ممكن ننور الصالة شوية عايزين نشوف الناس. أوكي أحسن عشان ما حدش ينام بس. أوكي Thank you.
القضية بنية حلوة ونعيمة وأهلها أغنياء بالمال ونعيمة. يكين الهوى لو هوى في بحر ونعيمة الحب خلى الغزالة تعلقي بالنفس وفاتت الأهل وراحت لبن والنفس حسك تلوم المبالي تبتلى باللمس اسمع رواية لحسن النمسي ونعيمة حسن المغني كان يغني فن وليالي وإن دعا بالطلب لا فراح وليالي ودعوا في ليلة وكانت حظه وليالي في منشيط ابو حنظل الاول جسمي للمنيا مركز بني مزار تبع وجوار للمنيا راح الجدع راح وانقصبوا يبلغ المنيا والخلب دنيا تقول يا عيني يا نغم شبابي طلعوا البنات في العلالي فتحوا الشبابي قالت نعيمة غرامي يا حسن شبابي بعتت له منديل واسباب الغرام منديل والحب نشله اتصل واللي حصل منديل حسك تلوم المبالي تتوه ما تندل تتوه منديل وفقلته يا طيب زمان كان في المولد في مقدم وبيحصل كان في مسارح معمولة من درف وفيها نوع من الميوزيك هول الشعبي مش كده كان في الميوزيك هول بتاع شارع عماد الدين وكان في نسخة شعبية في الموالد ودي تقريبا قلت قوي خصوصا في الموالد اللي حوالينا يعني فممكن نسمع النموذج للمقدم وال... Thank you.
So in the mullets there used to be a component, an important component, which has largely died out, and that is the popular music hall. There was a Kairin music hall, a sort of bourgeois music hall, and a popular music hall. What Khanoufa, our artist, called Al-Muzukul. Khanoufa Yama Salim, Al-Muzukul Al-Shaabi. يا محلى النوم على الكلام تعال وشوف يا ابو شنب يا محلى النوم على الكلام تعال وشوف يا ابو شنب تعال وشوف يا ابو شنب يا محلى النوم على الكلام تعال وشوف يا ابو شنب ماشي على كوبري ابو العلا لابسه الملا يا مدلدلة ماشي على كوبري ابو العلا لابسه الملا يا مدلدلة وعند الطفيه فانوس ورا عندك ايه وايه هو مطعم يا عم عندنا رأس طرب اسكتشات من اللغات العاب حنكبازية والساحر الهندي الجبار اللي يقطع دراعه اليمين مع اليسار ويرمي المحرمة في الهواء تنزل كل أنواع الطيور بغبغانات بط وز حمام يمام عندنا كمان أماكن للرجال وعندنا الفتاة الكهربائية على صدرها تنور على بطنها تنور على وركها تنور على وعندنا كمان حنوت النصاب اللي سرق كفن الميت وسكر بحقه بس انا عايزه الحانوتي ده ده هو اللي عايزك بس سرق كفن ابويا وسكر بحقه يا ريت وسرق كفنك والتذكره عندك بكام التذكره كانت في اسكندريه في قلب المزاريطه ب 50 وب 60 وب 70 للتذكره عملناها هنا اكراما للسيده عائشه ب 9 مليم للتذكره يا سلام الكلام ده ايوه والله واللي اديك قرش ساخ بحاله هدي له بالباقي ملبسه معايا منه كتير وايش معنى 9 مليم يعني عشان الضرايب ما تاخدش مننا حاجه وعندك ايه كمان عندنا اماكن للرجال واماكن للسيدات وشماعات تحت الكراسي للاطفال راحه تامه لكل انسان والشغل الجد فيه؟ الشغل الجد اهو ورتتك عند الراجل اللي قاعد هناك ده سمعني سلام على طول السلام مغنواتي ميدو شكوكو So now some music hall songs. وعرف ايه اللي بقول منه وجودي في الدنيا دي صدفة والفن يا ابويا وانا ابنه الفن قصدي وجيتي ساكن في قلبي ومهجتي الفن قصدي وجيتي ساكن في قلبي ومهجتي تاني ماشي من حب بقول ياللي بدعته الفنون وفيت مقاصر اراها دنيا الفنون دي خطيره وانتو ازهرها ياللي بدعته الفنون Thank you.
اغني مغنى ما فيش منها غير في الاغاني الشعبيه. كبير صغير بيقولها اكمنا حلوة مسلية، وروس كمان من غير حسد راسة غرام وولاد بلد، وروس كمان من غير حسد راسة غرام وولاد بلد. وانجلي لما الموسيقى تقول يا حسن يا خول الجنينة يا حسن يا غالي علينا الدلع يا حسن يا عطر الجناين الوردة يا حسن يا حسن يا خول الجنينة يا حسن يا غالي علينا الدلع يا حسن يا عطر الجناين هتوردها يا حسن. ليل يا ليل عين يا ليل، ليل يا ليل عين يا ليل، ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ليل يا ليل يا عين يا ليل. بلد الرقه اسلوبها جميل مش حجاري، لما تيجيني بنت حدقها معرفش اخبي ولا داري. حكم الصراحه طبعنا ولا فيش قساوه في قلبنا، حكم الصراحه الراحه طبعنا ولا فيش غباوه في دمنا. ساعه ما اشوفها تقل اقول يا مهلبية يا مهلبية يا يا مهلبية يا مهلبية يا يا نور عيني يا يا مهلبية يا يا رز على ملوخية يا مهلبية يا على وجه طاقية يا مهلبية يا بدر الحسانية يا مهلبية يا يا ليل يا ليلي يا ليلي يا 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 Thank you.
بلادي يا روحي عندي مكواجي طرابيش جوت فؤادي يا روحي عندي مكواجي طرابيش وزر عيني اتقلع وانت ما بتجيش ولا جاكم حبيبي سلموني عليه تحب البيرة وشرب البيرة لما انت نيلها تسكر ليه إلا جاكم حبيبي سلمولي عليه إلا جاكم ما لجاكم إلا جاكم ما لجاكم إلا جاكم ما لجاكم إلا جاكم ما لجاكم برضو سلموا عليه إلا جاكم حبيبي سلمولي عليه إلا جاكم حبيبي سلمولي طيب هو في ملايين الناس متابعينا على اللايف ستريمينج ولا احنا كده مع بعض؟ طب كويس يعني جمهورنا كبير قوي قوي غير اللي تعبوا وما عرفوش يستحملوا بعد العشاء انهم يجوا. في ملايين متابعينا في كل من اندونيسيا الى مش كده ان شاء الله. طيب طيب ممكن في طبعا شخصية الأراجوز في المولد فعلى لسان الأراجوز أغنية. The Punch and Judy character Aragoz is a very important feature in the مولد and this is a song that is sung ostensibly by the Aragoz who's a revolutionary figure at the same time. Samia.
انا ضايع مش فضيل وحشاك لكن رهيع وانا لابس في الربيع هلاهيلك فيك دايم وخيوط ملعبك وخيوط ملعبك الفني مملكة الفني يلا وصلاك يا الله الفني مملكة يلا الله وصلاك Now, by the same poet Fuad Haddad, a little poem where the Aragos, the same punch character, talks about his revolutionary father, Ali. تشتغل ممكن تنوري نفسي نظري على قدي الله اوكي انا عندي اولاد الحلال حدوته انا والدي هو اللي عاشها ولا حد قبلي ناقشها في خبر ولا مخطوط كان والدي بالطبع زيي اراجوز لكن حزيني وانا كنت واد قطقوط الخالق الناطق دماغي دماغه الخالق الناطق كما الشموت كان صوته الله يرحمه صفاره وجسمه رايح جاي زي الفاره وعظمه يا نجارين بيلق في الزعبوط وفي يوم من الايام خلي بالك معايا هنا العقده نده الملك وكان ملك أعظم من العمدة وعينه مضحك ولي العهدة وقال له يا ألعب من القرموط تضحك الولد أعلي مرتبك تبكي الولد أقطع رقبتك افهم كلامي وامشي بالمظبوط وأنا والدي ما كانش ناقصه جاب سلاح أبيضاني وقطع رقبته بنفسه راح الولد في البكاء وأنا والدي مات مبسوط أنا والدي مات مبسوط عشان عكس كلام الملك أيام ما كان الملك ملك ومصروف الأمل مضغوط من ساعتها وأنا عندي جيوب أنفية وعيني كما الحنفية والدمع مني وفيا بحر بحر ماله شطوط يا ابن الناس حسن حسن السولو مش سامعينه في المونيتور هنا خالص قدام مش سامعين السولو مش سامعينه في المونيتور ولا قدام السولو مش سامعينه طيب المهندس سامع مش سامعين في أي مونيتورز بتاعة المجموعة ولا قدام هنا أوكي طيب يا ابن الناس ونشوف نتأكد إن احنا سامعين
This is an Upper Egyptian duet, a sort of conflict. متأكد انكم سامعين الصوت بس سامعين في المونيتور ماشي الحال. طيب لو النبي عبده يلا زهرة سريع سريع يلا Oh.
تحت الشباك مرت
نوران. بعد عودتها من عمان خصيصا song written in the style of the music hall songs of the 20s and 30s by the poet Ahmed Haddad. Shuruq. بعد كده هنعمل على ورق الفل وبعدين نختم باللي يعيش يا مشروق. وزعلت قولي
ماشي لا لحد عندي وفشي عايزني هات شجرة نعناع ومستكة وشبشب بصباع عايزني هات شجرة نعناع ومستكة وشبشب بصباع أنا عمري ما أجيب لاوي دراع يا أبو الجاكيت سمر Thank you.
حلو يا لابس التوب يا حلو يا لابس التوب انا بالتوب على ايدي يا ابو رمش جرب يا ابو رمش جرب انا قلبي سيدي قلبي روح قلبي قلبي ارتاح على ايدك علشان بحبك عايز تبص على واسهر انا وياك ودلعني على ورق الكل دلعني ما اقبلش السل ده يعني وعلى ورق الكل دلعني انا ما اقبلش السل ده يعني على ورق الكل دلعني ما اقبلش السل ده يعني أنا ما أحملش السل ده يعني طيب وقبل ما نغني الأغنية الأخيرة الجماعية عايزين نحيي الموسيقيين ماجد سليمان عود وماجد هو مدرب الغناء برضو و جمال مسعد على الإيقاع وجمال هو مدير مركز مدحت فوزي لفنون العصر اللي شفتوا شغلهم في بداية الليلة ورأفت فرحات على الكولة ومحمد ثابت عصام المقصور على كل الآلات الثانية وساعد في تدريب الناس على الحكي بهاء طلبة وفي تنظيم الليلة إسلام زكي اللي له قرايب كتير في القاعة واضح وعايزين نحيي الفريق الفنيين بتوع الجامعة الأمريكية ونختم بأغنية جماعية اتعلمناها من حسن خنوفة اللي ممكن نهدي له الليلة دي على بعضيها اللي يعيش يا ما يشوف جميل. You know.
قومي اعمل حلواني ملقتش صنعة قدامي قومي اعمل حلواني في السكة ولا فكهاني وفي الشوارع امشي وقعها وادي الحلاوة الذي دا يحل الجوزية يحل من البن حلاوة بالجوز واللوز بالعسل الأبيض شي حمار Thank you.
الورشة طول عمرها مركز لتدريب الفنانين، مش كده؟ احنا معروفين بالنجوم اللي طلعوا من الورشة، بس اهم من النجوم في كل الموهوبين المستمرين، يعني اللي طلعوا من الورشة والمستمرين. وكنت عايز احيي بعض الناس اللي شيماء العليلي الحكاءة اللي ما جات لهاش فرصة انها تحكي الليلة، وفي مجموعة من المتدربين على مهارات الممثل ميرفت وأميرة ونادين وفرح، وشكرا لكم.